الآن بنيجي لسؤال كبير، ليش ناخذ برنامج الحناوي؟ شوفوا قضية البرامج والتعامل مع البرامج خاصة في هذا الوقت، احنا ب 2024، روح اكتب accounting software بتلاقي مليون برنامج محلي وعالمي. مقياس البرامج ليس مثل مقياس انك بتشتري جهاز كمبيوتر. جهاز الكمبيوتر بتاخده بتنزل بتضل تشتغل 100 سنة. البرامج ليس فقط برنامج، اهم شيء في البرامج السبورت، المتابعة، التدريب. هلا في بعض برامج بتكون سهلة وبسيطة، you can manage by yourself بشكل عام البرامج، ولكن لما انت بتيجي بدك برنامج كبير مثلا برنامج الحناوي، في بقلبه مجموعة موديولز وفي إعدادات. تستطيع أنك تشغل برنامج الحناوي بالأساسيات تبعته، بعض العمليات الخفيفة بتشتغل وانتهى الموضوع. اعتماداً على إيش؟ اعتماداً على الإعدادات المبسطة اللي هي باي ديفولت، هذه الإعدادات أوتوماتيكلي. ولكن إذا أنت شركة كبيرة وبلشت تيجي تقول والله أنا بدي إعدادات وبدي شروط بيع وشراء وعندي شروط للأسعار وعندي تيرمز وعندي أشياء كثيرة، لا بدها تروح على الإعدادات وبدها تشتغل بدها تتعلم. وبعدين ليش برنامج الحناوي؟ نرجع لأنه في بقلبه إعدادات. أنت في الإعدادات تضع سياستك، هذه الإعدادات بتوفر عليك الوقت وبتوفر عليك ضياع المال أو ضياع الوقت. هذه الأشياء كتير مهمة جدا في أي برنامج. الترابط بين الموديولز، الترابط بين الأنظمة، ها مهمة جدا. في برامج بقول لك مثلا عنده خمسة موديولز، HR، Payroll، Accounting، Fixed Asset، Real Estate، بتلاقي كل واحدة أيقونة على ديجيتال ولا بيحكوا مع بعضهم، ما في ترابط بينهم. البرنامج احنا في ترابط، البرنامج من 98 شغال واليوم في عنه عملاء شغالين على البرنامج. فانت لما تاخذ البرنامج at any time you can switch بين العربي والانجليزي، يعني واحد غير عربي بيشتغل وانت العربي بتشتغل عادي، ما عندك مشكلة. ولما بتعمل switch to Arabic او English، التبديل بين اللغات، مش محتاج تسكر البرنامج. ولا حتى في برامج ولك من أولها أنت بدك عربي والإنجليزي، عربي خلاص ما عاد تقلب على الإنجليزي. بعدين أنت بتصمم النماذج واللي بدك يا بتصممه، أي نموذج روح ادخل صمم عربي إنجليزي اكتب اطبع. برامج حنا ما بدك تقعد تكتب سند قيد، ما في ما في. وإذا حدا بيجي بقول لي والله أنا بشتغل بإيدي، تفضل تعال راجعنا. برامج حنا بيساعدك، بقول لك اسمع الخطوات كذا وكذا وكذا، انت ما كملتهم روح كملهم. برنامج حنا بيعمل لك ريمايندرز اول ما تفتح السيستم، في تحصيل، في شيكات، في مرتجعات، في كذا كذا، بعطيك تقارير. برنامج حنا بيسمع لك فيس تو فيس، ابعت له، عندنا جروبات كبيره على الواتساب، ابعت له فورا برد عليه. ما في طريات والله سنت ان ايميل وي ويل انسر تو يو ليتر وكذا واستنى شهر وشهرين، لا فورا اتصل تلفون، ابعت واتساب على طول بنجاوبك. روح اشوفه على الموقع تبعنا العملاء شو بيحكوا عننا. وبرغم من ذلك اسعارنا كتير متواضعه حتى تعتبر رخيصه مقابل الخدمات القويه اللي احنا بنقدمها. المبرمجين موجودين عندنا، ما بدنا نقول لك والله لا ويت بليز اونلاين وكذا مرد على، لا 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 ما في الرد فوري، تعال شو بدك احكي. واذا بتشوف كمان على الموقع بتشوف واتس نيو، اشياء جديده عاملينها، معظمها ملاحظات من العملاء، تعال شو بدك خلينا نحكي شو بدك اياه. وغالبيتها ما في دفع عليها الا اذا كان في طلبات خاصه من عملاء وبدها تاخذ وقت وجهد، بنقول للعميل تعال ادفع مصاري. فلذلك برنامج الحناوي إمكانيات كبيرة، الترابط القوي، هذه
هذا مهم جدا. انت بتيجي بتسمع بقول لك والله فلان اخذ اجازته مرتين، فلان منتهي خدمته وراتبه لسه شغال مثلا، قصص كثيرة من هذا الكلام. ليش؟ لأن ما في ترابط عندهم. نحن الترابط موجود والإعدادات، روح بدك تجي على البرنامج سهل، روح على الإعدادات تك تك واشتغل. بدك ترجع بدك تعمل البرنامج لأنه عندك تعدد مستخدمين، إذا بتروح على الإعدادات وبتوسع الإعدادات وبتضيف صلاحيات. غير أنه إحنا كل أسبوع لازم نبعث إرشادات، عندنا جروبات كبيرة واتساب للعملاء كيف يعمل باك أب، كيف حافظ على البيانات، مين موجود على الجروب، مين طلع، unlimited، ما في حدا بيعمل الطريقة اللي احنا بنعملها بكل وضوح يعني. وبرغم من ذلك أسعارنا كتير حلوة وطرية وفي عنا هيستوري ومنتابع، منهتم كتير في العملاء، كتير كتير منهتم في العملاء، والهيستوري تبعنا موجود وكتير مدققين حسابات بيحكوا عنا. أصلاً معظم شغلنا بيجي من مدققين حسابات، الثقة قوية جداً. شوفونا، شوفوا برنامجنا بالفيسبوك، باليوتيوب، بالتيك توك مثلاً، شوفونا بالفيسبوك، شوفونا باللينكد إن، بالإنستجرام، بننزل منشورات قد ما بنقدر، واكتبوا واسألوا عنا زي ما بتكون. وإن شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد، ونتأمل إنه نسمع أخبار من اللي بسمعنا. وعلى ثقة، نحن إن شاء الله على ثقة على سعادة ورضا المستخدمين، إن شاء الله إحنا على ثقة بذلك. شكراً.